اهلا بحضراتكم الجديد وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي في كل مكان بيحل فيه بيبقى سفير فوق العاده لبلده ودايما ممثل طيب للمكانه والقيمه المصريه الحقيقه في الجزائر الوفد النادي الاهلي برئاسه الاستاذ العمري فاروق كانوا زاروا الاتحاد الجزائري لكره القدم وزاروا مقام الشهيد ومقام الشهيد ده حاجه زي النصب التذكاري هنا ووضعوا اكليل من الزهور عليه وزاروا ايضا الـ 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 يمكن استقبلهم رئيس الاتحاد الجزائري عماره شرف الدين وايضا حرص مدير الشباب والرياضه في ولايه البليده على زياره البعثه واهدى الاستاذ العمري فاروق باقه من الورد